حتى انتوما يمكن اللي كنت تبرمجوا شاده تي في على نايلسات في التلفزه عندكم، واللي ما كيعرفش ها انتوما تبعوني ورا ما يحتاج شي تجيبوا شي تكنيسيان ديال البارابول. إلا بغيتي تفرج في شادة تي في دخل المنيو من بعد انستالاسيون تأكد باللي عندك نايل سات دير غوشيرش اوتوماتيك ومن بعد ما تكمل لا غوشيرش قلب على شادة تي في وتفرج في جميع برامجنا. سهلة. شو كنا عارفين عصام يمكن أكثر واحد عنده الأصدقاء. مي شو صغرنا له ساكل القراب لك بزاف. أنا مفصالحة من جوش بالزوجة ديالي والتي هي صديقتي بزاف الحوايج، هي اللي تنقدر نهضر معاها، هي اللي تنقدر يعني حنا كنت عارف هاد الدومين عندنا بزاف الناس نعرفو، عندنا بزاف الاصدقاء، مي بارفوا ما تتخلط بين الصديق وبين اللي غير تخدم معاه وداك الشيء. فاش مع الزوجه ديالي خديت قرار انها تكون هي الصديقه ديالي، هي اللي تنعاود ليها، هي اللي نحط على راسي سيتو. كيف ما عندكش صديق فريمون بور دو فري في الحياه؟ عندي ولكن عندي بزاف، ماشي زعما كاين لي بزاف، عندي صحابي بزاف بيان سور. وكتامن بصدق العلاقات فتو في المجال الفني والمجالات ديالكم؟ كتامن بلي العلاقات كيكونوا ديال بصح ولا غير جوج علاقات مصلحه؟ العلاقات ديال بصح الحمد لله، عندي رشيد الادريسي صاحبي، عندي في المجال الفني عندي سعد صاحبي، عندي فنانة الياس طه صاحبي، عندي اسماء المنور صاحبتي، يعني فهمتي هادو اللي تنمشيو عندهم الدور تيجيونا تنتعاودوا مشاكلنا وداك الشيء. ولكن قلت لك يعني في الزوجه ديالي خدات واحد، حيت كنت انا كنت فهمتي صحاب بزاف كما تعرفي يعني، ولكن الزوجه حطيتها في دابا فواحد البلاصه ديال انا اي حاجه بغيت نهضر ولا بغيت نعبر عليها ولا بغيت نقولها ولا بغيت نخوي قلبي ولا حيت عارفه تقدر بغيتي تخوي قلبك تصدق نادم، انت باغي انت باغي تخوي تصدق نادم. تلقى الخبر كاين بارتو صافي دابا الحمد لله عم فوكس، شحال هذه ما كان عندي حتى واحد ذاتس واي كانوا كنت نقدر نهضر مع كل شيء، دابا الحمد لله كاين تري بيان. عصام جري كيف ما العاده دخلتي المجال الغناء. يس. كيفاش جات الفكره؟ شكون شجع؟ شكون دعم؟ وكيفاش صافي خديتي الخطوه وجاك الديكليك وقلتي صافي غدا غنخرج الاغنيه ديالي؟ يس هي الفكره كانت شحال هادي، مي كانت تتسنى مع من غندير الفكره، حاولت جربت درت شي محاولات شحال هادي، ماشي خرجت غير دخلت الاستوديو نسمع ما عجبنيش راسي ستاند باي. من بعد تلاقيت مع مدارة وطارق الحجيري تحيه من المنبر، رحنا في الاستوديو كان معايا واحد الفنانه اللي خصنا نخدموا لها واحد الاغنيه وداك الشيء، وكنت ندير لها لارتيستيك لا ديريكسيون ارتيستيك لا شونسون ديالها، وبقيت نمشي للاستوديو بزاف عندهم. من بعد كما قلنا مشي للاستوديو تصاحبنا تولينا صحاب، هادي ريحوا تنهضروا وبروبوز عليا مدارة واحد لا شونسون قال تسمعها ماشي نعطيها لي، قال لي اسمع نخرجها عجبتني اللي هي طاي طاي، قلت له نغني معك عمرك زعما بغيتي تغني وانت؟ قلت لي لا لا بغيت نرابي معاك في هذه الاغنيه. قال لي اوكي شاف الفكره عجباته، قلت لي باغي اكونديسيون ندخل الاستوديو الا ما رابيتهاش مزيان قول لي عيسى بعد من هادشي صافي. هذيك دخلت الاستوديو انا تنتيق في الدراري باسكو عارف خدام معاه ما عارفهم الاصدقاء ديالكم بلوس آه كاين طريق لا ما كايناش ما كايناش صافي دخلت عجباتهم عجبتهم كيفاش رابيت دابا وجدت الثانيه. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بقناة شادة تي في مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. مع شادة تحلى المشاهدة. شادة أول قناة فنية بالمغرب.